أسعد الله أوقاتكم. نتواجد حاليا في مقر شركة إيموتر المتواجدة في مدينة خيخون في شمال إسبانيا. يتم حاليا الانتهاء من صنع محطة تحلية مياه البحر التي سوف ترسل إلى الشرق الأوسط. السعة الكاملة للمحطة هي إنتاج 500 متر مكعب من المياه الصالحة للشرب في اليوم. المحطة تم إنشاؤها داخل حاويتي شحن وتم تجهيزها وتعديلها هنا في أورشتينا. المحطة تتكون من مرحلة مبدئية حيث يتم تنقية المياه من كل شوائب، عوالق أو عكارة عبر هذه الفلترات قبل إرسالها إلى أغشية التناضح العكسي. هذه الفلترات مليئة بسرير زجاجي من نوعية IFM، وهو سرير لديه قدرة أكبر للتنقية ولديه أيضا حجم صغير مقارنة بالسرير الرملي العادي. للتحكم في مرحلة التنقية ومرحلة الغسيل الأوتوماتيكي تم استعمال هذه الصمامات الهوائية التي تم صنعها هنا في إسبانيا. للحفاظ على أغشية التناضح العكسي يتم حقن المياه ببعض المحلولات الكيميائية كالكلورين لأكسدة البكتيريا، المواد العضوية وبعض المعادن مثل الحديد والمنغنيس. يتم كذلك حقن مزيل كلورين ومضاد تكلس، ويتم تعديل حموضة المياه. هذا التحقين يتم عبر مضخات مغناطيسية من نوعية برومينينت، وهي معروفة في مجال معالجة المياه. أما في هذا القسم فتوجد مضخات التغذية ومضخة غسيل الفلترات، وتم تصنيعها من فولاذ سوبر دوبليكس المناسب لمياه البحر. بعد تنقية وحقن المياه يتم تمريرها عبر هذه الحاويات العمودية التي تحتوي على شماعات قطنية لتأكيد إزالة كل عكارة من المياه قبل دخولها إلى الأغشية. المياه المضغوطة يتم تمريرها عبر هذه الأوعية البيضاء التي تحتوي في الداخل على أغشية التناضح العكسي. المياه بعد اختراقها لهذه الأغشية نحصل من جهة على مياه بدون ملوحة، ومن جهة أخرى على مياه مركزة في الملوحة. الأوعية البيضاء هي من صنع شركة بيل إيبيريكا هنا في إسبانيا، أما الأغشية فهي من صنع شركة هيدروناوتيكس من أمريكا، وهي أغشية عالية الجودة. نظام التحكم في المحطة يتم من خلال المراقب المبرمج أو PLC، وهو من نوعية سيمنز. للتحكم في المحطة يتم عبر دخول في هذه اللوحة الإلكترونية، ومن خلالها يمكننا تشغيل مراقبة أو حفظ بيانات المحطة مثل عدادات المياه، حساسات الضغط، حساسات الملوحة إلى آخره. صندوق التحكم تم إنشاؤه هنا في غرفة معزولة، وتم إنشاء كذلك أبواب صغيرة الحجم لتمكن أو تسهيل دخول وخروج المشغل. الحاويات تم تجهيزها بعازل لحماية كل المعدات داخل الحاويات من الظروف الجوية الخارجية، وتم كذلك تجهيز الحاويات بمكيفات كهربائية للحفاظ على درجة حرارة معتدلة في الداخل. هذه كانت بعض مواصفات المحطة، وشكرا على انتباهكم.